صلي وسلم عليك سيدنا محمد عليه السلام. سبحان الله العظيم، من صغري وانا كتعجبني، كتاديني واخا ماشي مثلا من الصوت، الكلام ديالها كتاديني سبحان الله. اختي هذيك اش غادي نعمل، عطيتها بالظهر ما باقي كيعقدوا لها ليزر، بديت اللهم صلي وصلت عندك صبروبه بها، بديت كنبكي صافي كنقول سلمى نعال الشيطان، هذا العرس اتخسر لك كل شيء، بقاو بكا الاب الروحي الشيخ سيدي محمد البقالي كان كيقول لي الطفيله ديالي، قال لي لا عرضتي عليا صوره تبارك وما طيحتي تفتيه، قال لي عندك طمامز ضد الذهب، طحت عليه التقرق التقرق، شرا لي طمامز ضد الذهب. انا جالسه في الدار تا كنجبر فيديو ديالي تحط في جروب ديال الفيسبوك، تا كنجبر النمره ديالي. ربوا ابناءكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم، بمعنى ماشي بالضروره انا غادي نفرض على بنتي او على ابني باش يعيش النمط اللي كنت كنعيش به انا، ماشي ضروري يكون عامره بالذهب باش غادي نبان، لا قول لهم البساطه والحاجه تكون متقونه غادي تبان في صوره جميله. ما كنت ادري ما الحب لولاكم. ماشي اليوم انا غادي نصرح في الجريده ديالكم، انا في 2013 جاتني فرصه وطريقها معبده، يعني لا كاستينغ لا حتى شي حاجه، نيشان لبنان. والامر يتعلق بالفاجعه التي عرفناها هذه واحد الاسبوع. أراوي الحنا وشعلوا الشمع، أراوي الحنا وشعلوا الشمع، أراوي الحنا وشعلوا الشمع، أراوي الحنا وشعلوا الشمع، العالم بينا نجمعك هذا الماء، هذه ختي نبينا كشكوشه. صلي يا ربي على من نوره تجلى، يا ذا الجود والجلالة، يا مفرج الكروب. السلام عليكم، مرحبا بكم في بيت الشنواني، مرحبا بك انصاف، مرحبا بالجريده طنجاوي، مرحبا بكم. نبتدئ معكم الشنواني سلمى، طنجاويه الاصل. خلقت في سنة 1999 28 غشت. بابا أستاذ اللغة العربية وأستاذ العلوم الشرعية. جدي تهو كان فقيه وأستاذ اللغة العربية وخطيب جمعة ما إلى ذلك. منذ أبصرت نور الحياة وأنا على صدى كلمة التوحيد والآذان، لا شك أنها هي التي جذبتني إلى هذا العالم الروحي. من حيث التربية ديالي تدرجت كما يتدرج كل الأطفال، إلا أنا وخوتي، عندي جوج خواتاتي بنات واللي كنوجه لهم تحية من هذا المنبر، عفرة الكبيرة وعصمة ربي يحفظهم، وأنا الصغيرة. كانت التربية ديالنا بابا وماما رسمونا واحد الطريق، بحيث بابا مثلا كيعدل واحد الحاجة وماما مسكينة هي اللي سهرت وتعبت من أجل تحقيق هذا الهدف. ست الحبايب يا حبيبك، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيب الحبيبة. الأب الروحي الشيخ سيدي محمد البقالي تغمده الله برحمته، كان كيقول لي الطفيلة ديالي كل زاوية عندها واحد الطبع ديالها. احنا مثلا كان عندنا يوم السبت، كان هذه الوصية جدي الله يرحمه وطبعا تقبل، كان كل سبت كان عمل واحد ليلة كان سميوها احنا الدليل،
ما هو الدليل؟ كان عندنا جوج فقرات، الفقره الاولى كيبداو بال ما تيسر من القران، من بعد كيعملوا دعاء النصيري، صلاه المشيشيه. طبعا طبعا مثلا اول افتتاح كان بداو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما تقدموا لانفسكم من غير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا، واستغفر الله ان الله غفور رحيم. هاي منين ما جا ديك التسبيح؟ عاود استغفر الله استغفر الله. يعني انا عندي 5 سنين وانا كنت كنهز ديك التسبيح، استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. كتبقى ماشي كتصان اللطيف، عاود اللهم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، اللهم انا نسالك باسمك اللطيف وجه نبيك الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله، اللهم الطف بنا. عاود اللطيف ديال 129 طبعا، هذه اللي كان عندنا مدا دائما. من بعد في الوصله الثانيه شدارت من السماع المادح، وانا عمري 5 سنين باقي حتى ما دخلت، المهم 4 سنين 3 سنين كنلقط كنلقط، كيدوز ديك السبته كتجبرني لحد كنسمع شي جلاله لا اله الا الله، شي كنا باش بر شي جلاله على شي مقام. المهم وبابا وماما ضروري قالوا هذه لابد تتطور ك يعني هوافا لما لا تقرا عليه. دخلت للمعهد في 2015، الاستاذ محمد العروسي نظم واحد الايام التدريب، كنت كنحسها فحال مدرسه حتى هي. كنخرج كنجب بابا كيتسناني في الباب، كنطلعوا لدار دمانة، يعني حتى هي مدرسه ديال الاندلسي، وطبعا كانوا حتى شي حاجه تسمع بحكم سمعوا يعني هيدا وهيدا، لدرجه انني غادي نشكر الاستاذ محمد العروسي من هذا المنبر، حببني في واحد القصيده ديال الحاج قدور العالمي أمنظام الزمان. أمنظام الزمان والوقت عليه حراج، أقصد سيدي رسول قربك دغيا يتفاجع، زوق في حرم نبي عمرك ما ترتاح، تفوز بالأخرى وتقضي في الدنيا حاجة. عاود رمايه ما الى اخره. صراحه هاد القصيده الكلام ديالها ومي كنقول لهم خا ماشي نغنيها، كنسمعهم كيغنيوها بديك الاتقان كنقول لهم كتشكني، سبحان الله كلام عنده معنى، وطبعا بالاتقان في العاس تبارك الله عاود عليه راني وحيد السيد. امن ضام الزمان والوقت عليها حراش، اقصد سيدي رسول كربك دغيا يتفاجا، زاوك في حرم النبي عمرك ما واحد النهار كنت مع باقه صغير عندي 4 سنين، وسبحان الله من بعد هو مات، قال له دي بنيته ديالك السي عبد الودود، قال له اه، قال له راك تحفظ القران، قال له لدرجه كتحفظ حتى الالفيه، قال لي بدا لي الالفيه بكيت عليه، قال محمد هو ابن مالك احمد ربي لا خير مصليا طانط، قال لي صافي ستوب، قال له في القران شنو حافظه؟ قال لي غادي تعرض عليه شي سبح سبح، جاب قال له سي راهي حافظه تبارك، قال له لا والو، قال له قال لي لا عرضتي عليا سوره تبارك وما طيحتي تفتيه، قال لي عندك طمامص ضد الذهب. جا بابا كيقول الله يهديك، قال له تينا ماشي شغلك انا باين، طحت عليه تقرق تقرق مشى لي طمامص ضد الذهب، سبحان الله العظيم. يعني كتجبر فحال التشجيع هذا طبعا، عاود مع واحد النوبه عاود الالفيه عاود حطاني 20 فرنك، يعني سبحان الله دائما دائما هيدا يعني هادشي الناس حب بزاف طبعا. وشوف انا اصلا كنقول لهم ما حدك كتذكر الله وكتصلي على سيدنا محمد، يعني يعني كتوظف هذا الصوت هذا في الذكر الله سبحانه وتعالى ومتحن به يكون على يقين ربي غادي. علاش اخترتي هذا التوجه؟ انا غادي بزاف الناس ما عارفينهاش، اليوم انا غادي نصرح في الجريده ديالكم، انا في 2013 جاتني فرصه وطريقها معبده، يعني لا كاستينغ لا حتى شي حاجه، نيشان لبنان كنت مشيت برنامج فحال ذا فويس اسمه ذا وينر از، اتصلوا حنا بدا بالضحك، عيطوا واحد النهار صحابنا غير كيضحكوا، عيطوا من بابا غير الضحك شي شهر وحنا الضحك، حتى كيحطونا انا الامر الواقع كيقولوا لي باسبور ما باسبور ما هذا، صافي قلنا ماشي مشكل نتوكلوا على الله. مشيت كانت مشات معايا ماما، انا كان عندي 12 سنه، مشينا من بيروت ما الى ذلك.
حطونا الكونترا فحال عندك 12 عام اه وانا ماشي غير اصغر متشاركه كتجبر اصغر متشاركه عنده 23 وانا عندي 12 عام يعني مشيت حطونا ديك الكونترا فحال تقول لك حطوا لك شي مجلد شي ديك شي رجعنا مشارير وعاد ما يمكنش تقدر معنا كش نعيطو بابا وقفنا دوس ديك شي كامل حيت طبعا هما كيوجدوا لي كانديدا باش يدوزوا من بعد رجعت في حالي الا وانا حنا كنجبروا كيعيطوا اش كاين حنايا جينا عندكم المغرب جينا عندكم طنجة جاو جابوا معاهم كونترا كونترا بابا بقى كيشوف ديك شي كيتصلوا بالمحامي ديالهم بابا زعما كيقول لهم لا وانا ما نكذبش عليك انا في الامور فحال هيدا انا الامور فحال هيدا كنسلم الامر طبعا بابا حيت ما كاينش وحيد لي البابا وماما يعني انا عارفه هو اللي غادي يبغي لي الخير هو اللي 12 عام ديجا راه لو بيني وبينك انا الى يومنا هذا والى يومنا هذا يتصلوا لا انا عارفه ربي سبحانه وتعالى بعد عليك ديك الطريق ويعني ماشي كنقولها غير من لا من قلبي حيتاش عاود كنسمع من اللي اخترتي بالنسبه للجيل ربي ربي صافي حاجه محترمه المهم انا كنشوف راسي هيدا والموهبه ديالي وديك الصوت بغيتي توظفوا في حاجه هيدا سبحان الله العظيم بقاو كيعيطوا صافي بابا تراجع منا السبافه بحكم هو كان عنده حيد مشكل في عينه كيقولوا لي اسيدي حنا نتكلفوا له بالمصاريف بكل شيء ديال لوبيراسيون غير يلاه معانا يعني آه حنا نتكلفوا له لا والو عيطوا البلاتينيوم المحامي كيهضر روينا صافي صافي بابا بقطع التليفون مجموعه ديال الاريج هذه المجموعه نسويه يترأسها الاستاذ محمد لطفي الخمالي كذلك كنشكرو حيتاش انا كانت عندي صراحه واحد المعامله ماشي كيعتبرني كان كيعتبرني فحال بنته ودي دائما بقى نشكرو عليها صراحه فحال بنته فرقه اريج نسويه كنا حنا بنات المعهد وكانوا عندنا يعني سافرنا يعني عندنا داخل المغرب وخارج المغرب مهرجان صويرة في كازا فاس عندنا في بلجيكا كانت عندي معاهم في الجزائر وما كتبش يمشي معاهم في جنيف في سويسرا ما كتبش كذلك ومع محمد استاذ محمد العروسي شاركت معاه في مهرجان رومانيا يعني عندي صراحه بزاف ديال التجارب وصراحه كل واحد واللمسه ديالو قضية ديال العراسات كنت باقا صغيرة بحكم القراية ماما يعني إلا العز العائلة يعني ما كنتش مبلية يا صباح شي حاجة العائلة شي حاجة قريبة بديت كان كبير وكيعرفوني كان غني ميكيجو يعرضوا ماما عندك أسماء ما تجيبش معك سلمة تعمل ديك 16 عام هيداك 15 بديت كمشي معها كمشو معها مرة مرة منين بدات صراحة هو شوف أنا شفت عندي صراحة واحد الطاقة كان لابد لي نخرجها أو نعطيها نوظفها ونلقها في شي صورة جميلة واللي زاد أثيرني جذبني هو هاد الجملة هادي اللهم صل وسلم عليك سيدنا محمد عليه السلام سبحان الله العظيم من صغري وانا كتعجبني كتاديني الصوت واخا ماشي مثلا من الصوت
كلام ديالها وكتأذيني سبحان الله العظيم. فقلت لي مالا. ومنين بدات كنا واحد النهار هادين صويره مع فرقه اريش صديقه ديالي صفاء، كتعرفتي ديك لومبيونس الطريق كتغني وكت وصلنا دقيقه 90 بحال اللي كنقولوا. قلت له ما عرفتو صفاء باقي ولا العز ديالها نعملوا لها الفال. بقيت اللهم صافي بقيت كنعاودها بحال اللي عاود كنسبح بها مع العلاقه ديال سلمتيني اللي غادي تعدل. قلت لها عدات ما حضرمش يا صفاء. قالت لي ندبرهم لك وديك الشيء اللي كان. وفي نفس الوقت عفرة اختي عندها واحد صديقة ديالها اختها عندها العرس بحكم ماماها طنجاوية وباها فاسي، قالت لي لا كتقول لهم انا ما نعملش هاد العد الحنة. وفي نفس الوقت قالت لهم انا خصني سلمى تجي تهبطني في التخليلة، كنت غادي نعمل لها يا ملك يا من ملكني عبدا حتى غادي تهبط بالهزة. قالت لهم عرفتي شنو انا الا تعملي تعملي سلمى. وانا كنت كنحفظ العد تنصافى شو سبحان الله العظيم داكشي اللي كان. او النبي عديت لها تما. من بعد داز شهر 5 عديت 2014 هذا الكوثر. جا العرس صفاء في 2015، بعدين جا العرس عفرة اختي في 2016. طالعه كنقول انا اصلا كنسمع شي واحد كنبدا نبكي، كندخل كنشوف ماما هاد العروسه كتبكي كنبكي طالعه لدرجه اصلا زربت عليهم اختي هذيك اش غادي نعمل عطيتها بالظهر ما باقي كيعقدوا لها ليزر. بديت اللهم صلي وصلت عندك صبروا بابا بديت كنبكي صافي كنقول سلمى مع الشيطان هذا العرس اتخسر لها كلشي بقاو بكا بكا. بدات هيدا بديت لها بحكم كنت باقا كنقرا دابا في العرس عفرة اختي كنت في سيزيام غادي نطلع الباك يعني ما نقدرش يعني اصلا ما كنتش مهتمه بهاد لي سوشيال ميديا بحكم كنقرا خصني نفوكس على القرايه ديالي. ما بديت هيدو اصلا يعني اون باراليل يعني عندي لي زاكتيفيتي ديال معهد عندي يعني ولكن داكشي ماشي يوميا يعني مهرجان التمرين كيصاردوا لي شي حاجه غادي نحفظها يعني كنخصص لكن باش نخدمه او يعني الليل وعاد انا باقي صغيره ما جبتهاش. ما علينا في 2000 وبعدين عديت لواحد صاحبه اختي وحده عاود كذلك صاحبتها عاود سمعتني عديت لها بالتركه بحكم انها جوجات بالتركو عاود صاردت لي لي باغول حفظتهم. عرفتي شنو جبرت لي باغول باش حتى لا برونونسياسيون ديالهم تكون هي هذه لدرجه تسحب لهم انني كنقرا في تركيا معاها حيت هي تركيه سحب لهم انا معاها. قلت لهم لا لا غير حفظتها وانا اصلا كيعجبوني اغاني تركيه يوكسيك يوكسيك تبلرن ارغور ما شاء الله آشق آشق مملکتی گز فرماسیل. یه سلام عود کلم دیالا. هذا العد ديالهم هما. اه يعني توما عاود ولكن الكلام يدور حول كتودع الام ديالها الاب ديالها اني سنين ارتابي سنين اورغر ماشيلر و تشان ذا كوسلارا مال مو اورسون بين انيمي ازليديم ها انيم ها بابا ماي بابا وماما ما الى اخره. يعني كدور هيدو عجبتني صافي. 2019 كان العرس واحد صاحبتي ولكن قبل من هيدا كان العرس اختها كنت مع فاطمة الزهرة البراق ولكن ما كانت هي الغنايه كانت زيانة حنان شليح. لكن انا بيني وبينك ما كنتش مهتمه بالسوشيال ميديا يعني حطني ابدا مع اصلا ما عمر طاحت على بالي نعملها زعما يعني خدمتها للناس. 2019 شهر 10 انا جالسه في الدار تا كنجبر فيديو ديالي تحط في جروب ديال فيسبوك تا كنجبر النمره ديالي واحد الحب داكشي لا يتصور ما نكذبش عليك كيعيطوا. جلست مع راسي طبعا استشرت مع بابا قلت له زعما واش ممكن استشرت معاه قال لي ماشي مشكل عطاني بابا الاذن داكشي اللي بدا بديت بشويه يعني كنعطي لوتوريزاسيون للناس يصوروني بدا داكشي بارطاج. طبعا ما ننساش الشكر لبعض الناس اللي في الدومين اولهم الفنانه ديالنا فاطمه الزهراء البراق والزيانة الغنية عن التعريف اللي كنحييها من هذا المنبر حنان شليح كذلك. شوف انا مي كنقول الاسم شي وحده ماشي كننفي شي وحده ماشي غادي نهرس واحد الاسم وهو يعني راه عنده واحد المكانه. لكن انا شوف انا كيعجبوني كاملين لكن كاملين بيهم كاين بعض منهم اللي قريبه ليلي كاين انا كنقولها وكنعاود انا ماشي كننفي شي وحده راه كل وحده تبارك الله عندها الاسم ديالها ولا توش ديالها ننقش عند هادي وننقش عند هادي واللبس يعني ما بالعكس
كل بالعكس بالفرحة عليا بالعكس كنت عارف على الناس والمحبة هذا والمحبة هذا وكي تزيد تبارطاجي مع هذا باش الانسان كيزيد يتعرف. والله جمعنا مع الناس المزيانين كيف ما قلت لكم حنان شليح الفنانة فاطمة الزهراء البراقة زيانة أنوشكا سعيدة ميري. بعدين بديت كنخدم تلاقيت مع رابا بالريان أسمى بيوتي زيانة خميسة هاجر شرف يعني تبارك الله بزاف وانا كنقولها ونعاودها يعني مي تذكرت هاد الاسماء ما كان فيش حتى شي وحده كاملين بكم على راسي وعيني وبهم باش انستغرام. بعد الناس كنجبر انا فيديو ديالي في تيك توك كنجبر شي باج عندها فالوورز بزاف انستغرام كنجبر حاطه فيديو ديالي. انا صراحه الفن لعد الحنه يعني هذه حيت مثلا حنا معروفه عندنا طنجة كيقول لك عدايه طبعا مع احترامي انا كنقول لهم هذا فن. انا اصلا هذا قالب واحد الحاجه كيبقى نتينا وديك الصوت اللي عندك او كتوظفها تما وكتعطيها لها طوش ديالك. صراحه نبغي نوصل هذا التراث هذا عفوا تراث على اكمل وجه. علاش مثلا حنا كتسمع مثلا عندنا الفنان سعد المجرد عندنا اسماء منور عندنا دنيا بطمه يعني ما كتجبرش تمشي حتى نيويورك تمشي اي مطاع جبر سعد المجرد أغنية ديالو معروفة جبر زهير باه دنيا بطمة جبر. علاش حنا شوف أنا كنقول ماشي ضروري أنا لكن يكون غير شي واحد يوصلو بواحد الطريقة مكمولة ويعطي حقه كتميز سلمى طبعا وخصوصا بهاد يعني باش تعرفت من حيث الأناقة وهو ما كاينش شي واحد اللي ما كيعرفش ماما أسماء مرة ديال عبد الودود أنيقة جدا في التاويل ديالها في اللباس ديالها في العراطة ديالها في كل شيء طبعا بناتها غادي يشبهولها. شوف حنا كنقولوا ماشي تكون ضروري الحاجه كبيره لكن غير ديك التاويل ديك ادق التفاصيل لباسا في كل شيء. انا مثلا ابسط الحاجه كنقول لهم ماشي ضروري يكون عامره بالذهب باش غادي نبان لا نقول لهم البساطه والحاجه تكون متقونه غادي تبان في صوره جميله. ومن حيث اللباس ديالي دائما كنقول لهم هذاك الوجه ديالي وهذاك الصوره ديالي فمثلا ماشي حيت خصني نمشي نكبر بشي وحده انا نفكر في راسي انا الاولى حيت انا هذاك وجهي وباش الانسان يزيد في اللونسمون ديالو باش يزيد يطلع خصو يبقى في صوره جميله جدا لباسا كلاما عاود الاخلاق الكلام الطيب ابسط الحاجه مثلا كيوقعوا مثلا طرائف تعطيل مع الوقت ما الى ذلك لكن كنقول لهم كاين التعويض مثلا المادي والمعنوي لكن انا اخص المعنوي. علاش يقولوا غير كلام المزيان الاداب والاخلاق باش طبعا تاتينا كيزيدوا يكبروا لك في عينك طبعا الحمد لله باش حتى هما كيزيدوا يعطيو لك القيمه ديالك. مثلا غادي تجبر شي وحده مخلصك وتينا ما جالب شي حاله ماشي هي هذيك. انا شوف كنقول لهم راه هذاك وجهك قبل واش مشى عند شي اسم معروف او لما ماشي اسم معروف كنقول لهم انا ماشي بالقران المنزل والاختلاف راه ضروري الاختلاف ضروري يكون محمود الخلاف هو اللي مدموم يعني ضروري غادي يختلف الانسان ولكن الانسان من غادي يجي يعبر على الاختلاف ديالو يعبر بطريقه مزيانه ادبه محترمه على راسي وعيني يعني كاين ديك كريتيك لي كريتيك شوف على راسي وعيني انا كنقولها ماما خلونا من ننتقدوا غادي دابا مثلا لي كومونتير اللي كنقراهم وبالعكس تقدر يكون عندهم الحق كيقولوا سلمى لو كانت تعمل الغنايه احسن ما صوتها ما تبقاش غير في العد وانا ما نقدرش بحكم بزاف ديال الظروف يعني ولكن بالعكس كنحترم هذا الراي. هذا ابسط حاجه كيقول لك مثلا بعد الناس كتقول لك علاش كتلبس اللبسه دونك انا ما نكذبش عليك ما بقيتش بعد الناس كنلبس الجلالب باش كنعمل الخطر لهذا ونعمل الخطر لهذا يعني ولكن عملت جلاب او عملت اللبسه يعني عمل هيدا وهيدا باش كترضي الجميع. ربوا ابناءكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم بمعنى ماشي بالضروره انا غادي نفرض على بنتي او على ابني باش يعيش النمط اللي كنت كنعيش به انا. هذه وسائل هذه وسائل تتغير. البارح كنا كنجلسوا بلا مطارب اليوم كنجلسوا في مطارب البارح كنا ما كانش عندنا فورشيت وما كانش عندنا سميتو اليوم البارح كنا عندنا سبنيه اليوم عندنا كلينات بمعنى هادو وسائل الحياه. نخليو العمق ونحافظوا عليه الثوابت. شنو الثوابت هي المطارب؟ الثوابت هي الاخلاق المغربيه وهاد المغرب هذا راه ماشي ساهل. المغرب ماشي ساهل. هاد المغرب عنده تاريخ ضارب في جذور التاريخ بمعنى كنعيشوا
14 قرن ديال الاسلام. وقبل من 14 قرن كان واحد الانسان مغربي هنايا عايش، واحد الرجل مغربي ومرأة مغربيه اللي هما الامازيغ اللي هما البرابره سكان المغارب الحقيقيون. هاد الناس هادو ما خصناش نشوفوهم بواحد العين الزديره، يعني يكفي انهم عملوا واحد الحاجه. وان حينما جاء مولاي الدين الاكبر حينما جاء عندنا هؤلاء الذين يحملون الويه الاسلام والويه العقيده الجديده تفاعلوا معهم، لان احنا دابا الان احنا مسلمين باش بفضل اولئك الاجداد الذين كانوا في ذلك الزمن لانهم تقبلوا بشكل وجداني. هو الامر يتعلق بالفاجعه التي عرفناها هذه واحد الاسبوع. اليوم أصرح تصريحا وتعبيرا ولفظا الفاجعة اللي وقعتنا صراحة. شوف، هو ماشي ضروري الإنسان يعبر بالحزن ديالو في السوشيال ميديا. أنا في الساعة اللي وقعت ديك الفاجعة وربي اللي عالم، اللي عالي وعالم، يعني بالآلام والحزن وبالدعاء. بالعكس، الإنسان في ديك اللحظة كان خصو يقرأ الفاتحة لديك الأرواح ويدعي لهم واحد الدعاء سري. يعني ماشي ضروري إنستغرام سناب فيسبوك هو اللي كيعبر أنك راه حزنان 100%. بالعكس، ومن هذا المنبر كنترحموا عليهم، وإن شاء الله يعني كنقولوا هما شهداء عند الله سبحانه وتعالى. الله يرحمهم، الله يوسع عليهم، والله يصبر العائله ديالهم، والله يجعل حد الباس ان شاء الله يا ربي. اراول حنا اراول ما اراول حنا وجيبوها نعجنها سيدنا محمد يشفع في الامه، سيدنا محمد يشفع في الأمة. أراوي الحنة وشعلوا الشمع، أراوي الحنة وشعلوا الشمع، للا العروسة نجمة كتلمع، هدي للا العروسة نجمة كات الماء. شكرا على تشجيعكم ودعمكم لي الدائم. ومهما شكرتكم فإني أؤمن أني لن أوفيكم حقكم. من لم يشكر الناس الأخير لا يشكر الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي أغمرني بهذه النعم منذ نعومة أظافري. هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يحميني، طبعا هو اللي أعطاني هذه النعم اللي دائما وأبدا نضل نحمد عليها وشكره. فكرت ونبقى دائما قلت نوظفة في واحد الحاجة لي مزيانة، وما حد كنذكر الله وكنصلي على النبي. فأنا أؤمن أشد الإيمان أن الله سبحانه وتعالى دائما غادي خليني دائما الفوق، وطبعا بالحب ديالكم وبالتشجيع ديالكم، وحفظكم الله وشكرا. ما كنت أدري ما الحب لولاكم لولاكم، ما كنت أدري ما الحب لولاكم. آه يا لالالن علمتموني من طيب ما عناكم، آه يا لالالن علمتموني من طيب ما عناكم، آه يا لالن آه يا لالن آه يا لالان علمتموني من طيب ما عناكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.